درسنا اليوم أيها الكشافة عن هذه الخيمة صغيرة الشكل. هذا لا يعني أنها لا تنفع. لا تتسع لنا. لا تقلق، فقد صممت خصيصا لتوضع في الغابات. انظروا، ميلان السقف يجب أن يقاس بهذا الميزان، وأوتاد الخيمة يجب أن تكون قوية وأن تكون محكمة الإغلاق كي لا تدخل الحيوانات. هكذا. بمناسبة الحديث عن الحيوانات تذكرت حكاية. في السنة الماضية أقنعت الأطفال بالقيام برحلة في عربة مملوءة بالقش. الحصان والعربة من الوسائل القديمة جدا، ترى لما لا ننقل القش بالليموزين ونقوم بالرحلة؟ أليس ذلك أفضل؟ أنا أيضا لا أفهم لما هذا القش، التفكير فيه يجعلني أفسدت التسريحة. مرحبا يا أصدقاء. فراس ما بك؟ الحصان لا يؤذي أحدا. أرجوك لا تأكلني أرجوك. أيها الكشافة، لدينا الحصان والعربة وباقي القش، هيا لنجلبه. أنا لا أتحمل رائحة القش. كيف سأغير رأيه حتى يشعر بالمتعة خلال هذه الرحلة؟ أيها المشرف، كيف تشعر مع هذا القش؟ منعش. لدي فكرة، ما رأيك أن نبدل هذا القش بالريش؟ سيكون رائعاً لو أستلقي فوق ريش ناعم وأنام لساعات. ماذا؟ فوق ريش ناعم؟ لا يمكن أن تكوني قد نسيتي أننا في مخيم للكشافة. وماذا في ذلك؟ رهف على حق، لما لا نبتعد عن القش ورائحته ونجرب الريش الناعم؟ حسناً، أعدكم بذلك، ولكن بعد أن ننهي رحلتنا مع الحصان والعربة والقش. رائع، سننفذ ما تريد. أشرفنا على الانتهاء من بناء عشنا. بهذه القشة الأخيرة نكون قد أنجزنا العمل. رائع، لم يتحطم عشنا. نعم لم يتحطم، لأننا بنيناه من عيدان قش قوية. لم أسمع في حياتي أن عيدان القش قوية ولا تتحطم عندما تقع. كيف كثرتنا، علينا إحضار العش قبل أن يحطمه الإنسان. أيها المشرف، هل أنت بخير؟ أكثر من هذا. اهدأ أيها الحصان، اهدأ، ما هو إلا عصفور، اهدأ كاميليا، هل أنت بخير؟ يبدو أن يدي قد التوت. أبعدوا عني أرجوك، أرجوك. لما توقع يوما أن أرى كاميليا بهذه الحالة، بدأت تخاف من الحيوانات بعد تلك الصدمة المفاجئة، ولكن بما أن الممرضة كانت حاضرة لم نأبه لأي مشكلة صحية. لا داعي للخوف، إنه محض التواء بسيط في يدك، لا عليك، ستستعيدين صحتك. أنت واثقة؟ نعم، أما ما يتعلق بإعادة ثقتها بنفسها وحبها للحيوانات فهذه مسؤوليتك أنت. لا، أنا لا أضمن ذلك، هذا متوقف عليك، أنت الممرضة ويجب عليك إخراجها من هذه الحالة. أريني ماذا ستفعلين وكيف ستنقذينها. حسناً يا صغيرتي، سأستخدم معك التنويم المغناطيسي، لا تخافي، ركزي فقط على هذه السلسلة. تنويم المغناطيسي، لا أريد ذلك. كل ما في الأمر أنك ستنامين قليلاً. ما رأيك أن نريها تأثير هذه الطريقة فيك؟ ستطبقين ذلك علي؟ لن تستفيدي شيئاً. معروف لدى الجميع أن التنويم المغناطيسي لا يؤثر في العقول القوية بأي شيء، وأنا لا أزال ممثلاً وعقلي كاملاً، لذا أنصحك بإبعاد هذه السلسلة. هيا استرخي جيداً، لا تتكلم، ركز انتباهك. أجاهز. ما إن تسمع الصفارة حتى تشعر بثقة كبيرة بنفسك. أنت الآن أقوى مما كنت عليه سابقاً وتستطيع القيام بأعمال كثيرة، إنك شجاع. نعم نعم، شجاع. والآن تحرك وأرنا ما كنت تنوي القيام به أيها المشرف الشجاع. يا إلهي، أشعر بحيوية قد عادت إلي فجأة. أحقاً ما تقول؟ نعم، أصبحت قوياً.
وأستطيع تسلق الأشجار. رائع، يعني هذا أن التجربة كلها نجحت. أتدرين، أشعر بأنني تحولت إلى شخص آخر واثق بنفسه جدا. ما تقوله يسعدني جدا. هيا، كيف تشعر الآن؟ أريد أن أخرج إلى الهواء الطلق بسرعة من هذه النافذة. إلى اللقاء. إلى أين يذهب؟ لا أعلم، أتمنى ألا يحدث له أي مكروه. أنا طرزان. شعرت في تلك الأثناء بأنني طرزان الحقيقي وأستطيع تسلق الأشجار بخفة ونشاط. من أين أتت هذه الشجاعة فجأة؟ كيف أستطيع تسلق الأشجار؟ نومته الممرضة مغناطيسيا وأصبح يشعر بأنه خارق. نعم، انظرا، يبدو الآن مثل طرزان. ما قاله الكشافة كان صحيحا، إذ بسبب التنويم المغناطيسي شعرت بأنني صرت ملك الغابة أو نمرا كبيرا قويا جدا لا يمكن لأحد أن ينافسه في تلك اللحظة. لقد أعجبني ذلك كثيرا. إنه يستعد للقيام بأمر ما. لكن تلك اللحظة لم تدم طويلا. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ولما أتأرجح هكذا؟ ما الذي يجري؟ أهلا بك في كوكب الأرض أيها المشرف. أهلا. النجدة، ساعدوني. وفجأة سمعت صوت كاميليا. ابتعد عني أرجوك، دعني وشأني. ابتعد، اتجه نحو البحيرة. فراس، هيا أنقذ ذلك البرميل. أنا؟ هل جننت أم أنك تظنينني شجاعاً؟ في هذه الحالة سأضطر لاستخدام الصافرة. وسمعت صوت الصفير، كان الإشارة لأستعيد ثقتي بنفسي كاملة. لا تقلقوا يا أصدقاء، أنا الشجاع الذي عليه أن ينقذ الفتاة. نجحنا. ذلك الشعور الجميل جعلني أظن أنني صرت بطلاً حقيقياً. لا تخافي، البطل الشجاع قادم. كاميليا، هل أنت بخير؟ أظن ذلك، وأنا مدينة بحياتي للمشرف. لما أقف هنا؟ النجدة، النجدة. كاميليا، هل أنت بخير؟ أما تزالين تخافين من الحيوانات؟ شكراً، أنا بخير، لكن ما أريد أن أعرفه الآن هو كيف تشعر أنت في هذه اللحظة؟ أنا بخير يا صغيرتي، لا تقلقي. ولكن في الحقيقة كنت خجلاً من نفسي أمامهم. ثم أقنعني الأطفال بشكر زوجتي التي كانت سبب إنقاذ كاميليا. لا تخجل. هيا. ولكن يا أصدقائي، لا داعي للمجاملات. ليست مجاملة، لولا زوجتك لما استطعت إنقاذ كاميليا. نعم، لقد أظهرت شجاعة خارقة أيها المشرف. شجاعة خارقة؟ نعم، ولا أظن أنك نسيت ذلك بهذه السرعة. حسناً، سأذهب لأشكرها على ما فعلته لي، ولن أخيب أملكم. افتح الباب. ما هذا؟ خطها. أنا لست في المنزل، لن أتأخر، سأعود بعد إنجاز بعض الأعمال. الكل لديه سيارة وهو لديه حصان. نركب معه في العربة ويقودها نعمان. أنا ما عاد أحتمل هذا القش، إنه يدخل إلى أنفي. في الحقيقة لم أرى من قبل ولدا حساسا مثل فراس. رائحة هذا القش قوية. وهكذا كانت عربة الحصان تسير من دون أي مشكلة تذكر، ولكن فجأة توجه عصفور نحونا وغير هدوء العربة. Oh!
جدا. كاميليا انقذيني من هذه الوردة. كاميليا ساعدينا ارجوك. هيا. حسنا سوف افعل. كوني حذرة يا كاميليا. انتبهي. لا تقلق علي ايها المشرف. ايها الحصان الجميل توقف ارجوك. انا صديقتك كاميليا. ارجوك توقف. كاميليا فتاة رائعة، استطاعت بفضل إرادتها وحبها لأصدقائها أن تنقذهم، وبذلك خرجت من حالتها. بفضل كاميليا أنقذنا من خطر كبير. ماذا ستفعل لو نومت مغناطيسياً؟ ما هذا الكلام؟ اسمعوا، تحاول الممرضة تنويم المشرف ثانية. سنتعلم اليوم أهم الخطوات لرمي السهام. أولاً، إيجاد الهدف وشد وتر القوس. هكذا. ثانياً، التصويب الجيد. ثم إطلاق السهم بقوة. ثالثاً، يبدو أنني لم أوفق في الرمية. أصدقائي، الذنب ذنبي لأني أطلقت القوس عوضاً عن السهم، وهذا يحدث أحياناً. رابعاً، سأحكي حكاية. ذات مرة كان مخيم الكشافة هدفاً للأشرار، وبدأ ذلك عندما كنت أحكي لمجموعة من الكشافين عن أهمية إعداد الطعام جماعياً في الهواء الطلق. ستشعرون بلذة حقيقية إذا أسهمتم في إعداد الطعام بأنفسكم. الآن فهم لماذا تذهب أسرتي إلى الطبيعة؟ للأكل بشهية. أيها المشرف، قل لي من فضلك، ألا تؤثر الشمس في الوجه أيضاً؟ نحن لا نجلس طويلاً تحت أشعة الشمس. على كل حال، انظري إلى هذا الجو، إنه بديع ويفتح الشهية. لكن الأمر الذي لم أكن أعرفه أن هناك شخصين كانا يسترقان السمع لحديثنا، وهما الشرير غضبان ومساعده سرحان. سيدي، هل تسمع ذلك؟ إنهم يثرثرون ولا فائدة من تنصتنا. لنذهب. لابد أن نسمع بعد قليل أموراً هامة. علينا أن نستغل كل لحظة حتى لا يفوتنا أي شيء. لماذا نستغلها في الأكل أو الشرب؟ لابد أن أجد فكرة أستطيع بها أن أقضي على مخيم الكشافة هذا. سأبحث عن فكرة في الجوار. توقف سرحان، توقف. عد إلى هنا أيها الأحمق. ما به الزورق؟ لا تخف عليه، فأنا أجيد القيادة يا سيدي. حطمته. لن تنجو بفعلتك هذه، وسأحطم أنفك. في هذه الأثناء كان هناك ولد يسبح في بركة الماء. كيف نسيت أن أخلع هذه البزة؟ لقد تبللت بالمياه. أنا واثق بأن أبي سيعاقبني على ذلك. يا إلهي، ماذا أفعل؟ سرحان، تعال أيها الأحمق. من ينادي أبي؟ أيها الصبي، هل رأيت أحداً مر من هنا؟ هل تبحث عن أبي؟ لا وقت أضيعه معك، أبحث عن رجل اسمه سرحان. لكنه أبي على كل حال. انظر إلي جيداً أيها السيد، سمعتك تنادي باسمه عندما كنت أسبح في هذه المياه. هل سبحت هنا؟ هذه خاصة بالحيوانات. جاءتني فكرة. لا بأس أيها الولد، كان أبوك مساعدي وسأجده فيما بعد. لا تقلق، أنا مسرور بالعثور عليك. ما رأيك أن تحل محل والدك في مهمة سرية؟ هلا بمنا لله رنه. مستحيل. وهكذا بدأ غضبان بتنفيذ خطة جديدة ماكرة بمساعدة ابن سرحان. تذكر جيدا، أريد أن يصبح مخيم الكشافة خرابا. لا تقلق يا عمي، سأخرب بيتهم. عمر يا معلم العمار، وعمر حارتنا. عمر عمر. لا لا لا، لطشة 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 فوق. لا. المعذرة، أنا آسف على هذه اللطشة. سامحني، لم أرك جيدا لأن الدموع تملأ عيني. أرجوك، لم يعد لدى أسرتي القدرة على إطعامي، لذلك تركوني وحيدا في الغابة. ماذا؟
هذا أسوأ شيء سمعته في حياتي. لا تكن قاسيا بالحكم عليهم يا سيدي، نحن كثر ولا يستطيع أبي إطعامنا. لا بأس يا صغيري، تعال سأطعمك في الحال. طلبت إلى الأطفال الكشافين الاعتناء بضيفنا الصغير بينما ذهبت أنا للبحث عن والديه. منذ متى لم تتناول طعاما؟ في الحقيقة لا أذكر، ربما شهر. ما هو اسمك يا صديقي؟ لا اسم لي، أسرتي فقيرة ولم يكن في مقدورها أن تشتري اسما لي. يا لك من ولد مسكين، ما رأيك باسم صابر؟ نعم صابر، إنه ينطبق علي، فأنا أصبر كثيرا ولكنني أنال ما أريد. وفي الصباح التالي ترك الكشافون صابر نائما وذهبوا يتناولون طعام الفطور. لم يريدوا إيقاظه لكي ينال قسطا كافيا من الراحة، لكنهم لم يعرفوا أن ذلك كان جزءا من خطته. أخذ آلة الموسيقى الخاصة بعصام وحيوانات كاميليا ليكمل الخطة. سأنفذ التعليمات التي أعطاني إياها السيد تماما. اعبث بغرفة الطعام لتعم الفوضى فيها. حيواناتي! لا توقف يا أرجوكي! الخطوة الأولى في الخطة قد نجحت تماما كما أراد السيد. في الحال. وسمعت أصواتا غريبة تأتي من غرفة الطعام. انطلقت لأتحقق الأمر. يا إلهي، ما هذا؟ ما الذي حدث لكم أيها الكشافون؟ أنت من يعلم، أخبرنا ما الذي حدث. اهدأي يا رهف، لا أظن أن ما حدث له علاقة بهذا المسكين. انظري إليه جيدا، ألا ترينه مذعورا وخائفا؟ إنه الوحيد الذي كان خارج غرفة الطعام. لا تنزعج من كلام رهف، إنها تتفوه أحياناً بكلام بلا معنى. هل تقصدين أنكم لن توبخوني على ما فعلت؟ أقصد لن توبخوني كما تفعل أسرتي؟ ولما نفعل ذلك؟ عشت حياة قاسية بما فيه الكفاية. هل تحبونني؟ هل تحبونني؟ نعم نحبك، أنت صديقنا والخطأ ليس خطأك. ترك هذا الحادث أثرا كبيرا في نفس صابر، فقرر مساعدة أصدقائه الكشافة بإصلاح غرفة الطعام. أما أنا ذاهب لأبحث عن أسرة صابر. لا تلمس أي من الأدوات الكهربائية، مفهوم؟ حاضر أيها المشرف. كم هو جميل، ما رأيكم في استخدام المنشار؟ لا تلمسه يا صابر. ألم تسمع ما قاله المشرف؟ الأدوات الكهربائية خطرة. قلنا لا تخافوا. لا أرجوك اطمئن، وأنا معتاد على استخدامه. في هذه الأثناء كنت قد انتهيت من اتصالات الهاتفية لمعرفة أسرة صابر، وفجأة توقف. أيها المشرف، هل أنت بخير؟ نعم أظن ذلك، نجوت بأعجوبة. ماذا سراويلي؟ المعذرة يا أصدقاء، سببت لكم مشكلات كثيرة وقلبت كل شيء رأساً على عقب. سأنظف وحدي. سوف ننتهي قريباً. هكذا إذن، كيف تجرأت على عصيان أوامري؟ دعه فهو صديقنا. أجل صدي ماذا؟ ألم نتفق على تخريب المخيم؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك، هؤلاء الصغار أصدقائي. فرخ البط عوام حتى في الغباء. اتركني أرجوك. انظروا كيف يعامله بقسوة. سأنال منك أيها الشرير. لن أدعك أبدا، سوف تعريك من يعصي عقبة أوامري أيها الصبي الشقي. توقف.
آسف، ولكن هذا جزاؤك لأنك أزعجت أصدقائي. غير معقول، من أين يعرف صابر غضبان؟ وفي هذه الأثناء وصلت إلى المكان. أيها الشقي، أنت غبي مثل أبيك. ولكن كيف يعرف غضبان والده؟ ترى من هو والده؟ أحمق من أبيك سرحان. سرحان؟ كنت أظن أنك ستقوم بتنفيذ ما أطلبه إليك، لكنك فاشل. لا تحاول ضربه، وإلا فسنقدم شكوى ضدك. حسناً، لا تثرثر كثيراً أيها الطفل، سيأتي يوم وأنال منكم أيضاً. سأزيل المخيم نهائياً. لكن نعدك أن نقف لك بالمرصاد دائماً. وصابر سيبقى معنا وصديقنا، ولن نسمح لك بإبعاده. لكنه ابن سرحان. حقاً، لكن لا ذنب له فيما يحدث. عصام على حق، فقد وجدناه لطيفاً. نعم، وشعرنا معه بالسعادة. حسناً، كما تشاؤون، سنضمه إلينا.